يا صباح الفل، ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. كل عام وانتم بخير. النهارده بقى نعمل مع بعض بقى اول تفريزات رمضان، وهنعمل مع بعض القلقاس. طبعا القلقاس من الاكلات الشتويه الجميله جدا المحبوبه لكل الناس، مفيش حد ما بيحبوش، بس في ناس طبعا ما بيعرفوش يعملوه او في بنوتات لسه بتتعلمه. فالنهارده بقى هعمله معاكم، وازاي هنعمله من الالف للياء. يا دوبك بس يا دوبك انا قشرت القلقاس وعملته. النهارده بقى يا حبايب قلبي هعمله معاكم. اي بنوته مش عارفه تعمل القلقاس هتتعلمه معانا بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله باذن الله هعمل معاكم برضو خضره القلقاس على اساس نبقى احنا عملنا القلقاس والخضره بتاعته. يلا بينا حبايب قلبي نشوف عملنا القلقاس ازاي. يا صباح الفل، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل عام وانتم بخير. النهارده بقى هبدأ معاكم بقى تفريزات رمضان. النهارده حبيب قلبي بقى هعمل معاكم القلقاس. طبعا الكلام ده للبنوتات اللي ما بتعرفش تعمل قلقاس، النهارده هنعمل مع بعض القلقاس. طبعا يا حبايبي القلقاس في ناس بتمسحه بتجيبه بتروح مسحاه بحته بيضه وتروح عينها في الاكياس، لا انا بحب اغسله، وعملت معاكم قبل كده بس انا قلت برضو انا بعمله بعيده عشان الناس اللي مش بتعرف تعمل قلقاس. ضمت يا حبايب قلبي حوالي 10 كيلو قلقاس، انا جبتهم وقطعتهم، انا لسه ما عملتش فيه اي حاجه. تعالوا بقى اما اقول لكم ازاي انا بخزن القلقاس. طبعا انا مش هخزنه، ده هو ايه ان شاء الله عشان رمضان، ولو سبتيه كمان مستنى للسنه مش هيجرى له حاجه خالص. يلا بينا حبيب قلبي بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه زي ما قلت لكم انا جبت هنا 10 كيلو قلقاس قطعتهم التقطيعه دي، هنعمله بقى ازاي خليكم معانا. عايزه اقول لكم يا حبيب قلبي القلقاس لو انت قطعتيه من السنه للسنه مش هيجرى له حاجه. الطريقه اللي انا هعمله معاكم دمت هتخزني القلقاس من السنه للسنه في الفريزر كانك لسه جايباه. يلا بينا بقى يا حبيب قلبي نشوف هنعمله ازاي. هنا يا حبيب قلبي بقى انا جبت القلقاس وسايبه عليه ميه ساقعه من الحنفيه، مش هقول لكم ميه سخنه، في ناس بتعمله بميه سخنه، لا انا هحط عليه ميه ساقعه من الحنفيه وهسيبه. بس هسيبيه لمسافه قد ايه؟ عايزه تعمليه من بالليل للصبح، عايزه تعمليه من الصبح بالليل، حطي عليه ميه وسيبيه خالص. يعني انا دلوقتي الظهر انا هسيبه لتاني يوم عادي مش هيجرى له اي حاجه، هتبص تلاقي بقى هيطلع على الوش كل حاجه، هنسيبه بقى وهنقعه كده وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اهم حاجه ان انت تغرقيه بالميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل واحد حسب ما بيحب، انا بحب ان انا ايه اغسل القلقاس. وكده حبيت قلبي بقى انا هسيبه في الميه، يعني انا قلت لكم انا دلوقتي الظهر هسيبه لاخر النهار، ولو حبيت تبيتيه تبيتيه عادي مفيش مشكله. هسيب حبايبي في الميه كده وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. هنا حبايبي بقى بقينا تاني يوم. طبعا انا كنت عاملاه من الظهر، قمت دلوقتي الصبح كده عايزه اقول لكم بصوا بصوا طبعا كله حاجات اللي هي الحاجات الملزقه دي. انا معاكم بقى جامد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقه سهله جدا لتفريز القلقاس، ولو عرفتيها مش هتاخد منك وقت خالص. طبعا احنا كده تحت الحنفيه. بصوا يا حبايبي عايزه اقول لكم ان اللي هو كله بقى ملزق دلوقتي، بصي اهو بصوا كده ملزق، هنغسله بقى غسله جامده كده تحت الحنفيه. بصوا كده كل ده نزل. طبعا مش هتغسل دور واحد، هتغسل مرة واثنين وثلاثة. شوفوا انت كده بتدعكيه، بص تلاقي كل ده نزل يا حبايبي. طبعا هتجيبي بقى مصفى جنبك ولا اي حاجة. بسم الله. طريقه سهله جدا جدا، وزي ما قلت لكم انا حطيته في ميه تقريبا من امبارح الظهر، واحنا دلوقتي الفجر، يعني انا قمت الحمد لله اتسحرت صليت الفجر وقلت بقى ايه اكمله معاكم.
نعم، انتم بخير طبعا يا اخواتي ويا حبايبي يا كل متابعيني. بصوا يا حبايبي، طبعا انا غسلت مره واثنين وثلاثه، حبيت الميه بتاعته. طبعا انا جايبه هنا وصفه اهي ان شاء الله تكون مع شفيفه الفطار اهو. يعني انا بشيل من الطبق واحط في المصفى، شوفوا ما شاء الله. ايوه ما شاء الله اهو، انا فيها شغاله عليه كده بقى زي الفل يا حبيبي. طبعا بنفضل نغسله مش مره واحده، مره واثنين وثلاثه لحد ما اللي فيه ده كله يروح. طبعا ايه الحاجات اللي هي بتلزق دي اكيد اللي بيعملوا فاهم. طبعا نصفي كده منه الميه دي كلها كده. طبعا في بقى ناس بتحط له ليمون، في ناس بتحط له ملح، عايزه برده تحط له بقى ميه سخنه. انا برده في الاخر اغسله بميه سخنه كده. هو كده كده ما شاء الله ما عادش فيه اي حاجه، بس احنا لازم نغسله مره واثنين وثلاثه. هنا كبت الميه، هاخده كمان بقى ميه، هحط له بقى ميه دافيه كده. بعد كده لو ما عندكيش ميه دافيه، لو ميه بالحنفيه عادي. ما شاء الله شوفوا بقى زي الفل اهو، ما عادش في اي حاجه، ما عادش في اي حاجه بتلزق خالص. طبعا ده عشان كتير كل البيت كده في الميه، طلع كل الحاجات الملزقه اللي فيه. طبعا هو كله عباره عن غسيل. طبعا دي ثالث مرة اغسله فيها. طبعا الحاجة في البيت احسن من الفلوس في الزمن اللي احنا فيها ده. 10 كيلو قلقاس ان شاء الله، يعني اغسلنا كويس. حط طبقة اكياس نعمل معاكم ان شاء الله برضه الخضرة بتاع القلقاس، بحيث اللي انت لما تيجي تعمليه تروحي مطلعة كيس القلقاس والخضرة والطماطمايه يا حبايبي كده. نصفي بقى ده كله كده يا حبايبي كده. كده بقى القلقاس بعد ما اتعمل زي الفل ما شاء الله، ما حطيناش عليه لا ملح ولا ليمون ولا اي حاجه. وبقى بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. سمعت كده حبايبي؟ بقى احنا هنجيب الاكياس وهنعبي فيها، ودي طريقه القلقاس، مفيش احلى ولا اسهل من كده. اخر خطوه هنعملها، جبنا هنا القلقاس طبعا الكميه اللي انت عايزاها. هنجيب الاكياس بتاعتنا ونقول بسم الله. شوفي انت على قد ما بتعملي هتحطي الاكياس. بسم الله. عايزه اقول لكم ان انت كده لما تحبي تعملي القلقاس هتحطي تطلعي الكيس، وطبعا التوم عندك اكيد متفرز، او لو هتقشري بس مش هيحصل حاجه يعني. وان شاء الله اعمل معاكم الخضره بتاع القلقاس، هتعملي الطبخه سهله جدا. وزي ما قلت لكم الطريقه دي، في ناس ما بتعرفش تعمله او من الحاجات الملزقه اللي فيه،
في ناس برضو بتغسله بملح وليمون ميه سخنه، وكل الحالات يعني بتبقى حلوه. الطريقه اللي انا بقول لكم دي لو بتعملي كميه سهله جدا وبتاخدش وقت. كمان شويه قلقاس 10 كيلو بسم الله ما شاء الله، هنحطهم بقى في الفريزر وهينفعوكوا بقى في رمضان، ربنا يحيينا ويحييكوا يا رب كده. وحاجه سهله وحاجه ما خدتش. وبكده حبايب قلبي بقى ده شكل القلقاس بعد ما عملته. عايزه اقول لكم طبعا انه هينفعكم بعد كده، بسم الله ما شاء الله عملنا كده من 10 كيلو شويه قلقاس حلوين هينفعوكم بقى في رمضان وغير رمضان طبعا. وكل سنه وانتم طيبين، وخلي بالكم انه بالطريقه دي هيقعد معانا من السنه للسنه. هتيجي تعملي القلقاس هتروحي جايبه الكيس وحطاه مع التومه مع الخضره، وان شاء الله انتظروني هعمل لكم الخضره بتاع القلقاس. يعني اي بنوته ما تعرفش تعمل قلقاس بالطريقه دي هتعمله سهل جدا. زي ما قلت لكم بتجيبي القلقاس اهم حاجه بتقطعيه وتحطيه في ميه وتسيبيه ليله، وبعد كده بتقومي تغسليه بقى على طول تحت الحنفيه تحت الحنفيه لحد ما تطلعي منه الحاجات اللي بتلزق دي كلها. بعد كده بتحطيه في اكياس وان شاء الله هعمل معاكم الخضره، انتظروني. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب القناه. شكرا لكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.